بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هنا عندنا تسقيط الخريطة، هذا الدرس الأول. حتى نسقط خريطة لازم نتذكر الملاحظات مال، نرجع للملاحظات مال الرسم الهندسي المرحلة الأولى. النقطة الأولى لازم نتذكر شلون نرسم مستقيم موازي لمستقيم آخر. هذا هسه عندنا المستقيم أي بي، بغض النظر عن طوله احنا نريد نتعلم شلون نرسم مستقيم يوازي. خلنا نفرض المستقيم اللي يوازي يبعد عن هذا باثنين متر، فنفتح الفيتة ونثبتها هنا هاي النقطة ونرسم، راح يعطينا قوس. نفتح الفيتة بمقدار اثنين متر، راح يعطينا هنا قوس. نرجع على النقطة B ونسوي نفس الشيء ايضا، نفتح الفيتة وراح تعطينا ايضا هنا قوس، هاي بقدر الطول اللي احنا رايديه. هسه هنا خلينا نقول هذا 2 متر. هسه هذا القوسين اللي انطتنا اياهم بالهاي المد، مماس لهم نمسح الأقواس، راح يكون هذا المستقيم الجديد خلينا نقول اسمه سي دي. راح يكون المستقيم سي دي موازي للمستقيم اي بي. هاي الحالة الأولى حتى نتذكرها لما نريد نسقط خريطة. الحالة الثانية هي رسم مستقيم عمودي على مستقيم آخر. كل احنا نعرف نظرية فيثاغورس، لما تكون الزاوية قائمة، مربع هذا زائد مربع هذا يساوي مربع الوتر. فاحنا عندنا هذا المستقيم معلوم، هذا خلينا نقول A B، نريد نقيم مستقيم عمودي عليه. نفتح الفيتة بمقدار 3 متر ونثبتها هنا بوتد، يعني نثبت هنا وتد. نفتح الفيتة هاي 3 متر، نرجع نفتح الفيتة منها 4 متر، يعني هنا راح تقران 7 متر. نرجع نجيب الفيتة لهنا، راح يعني نقرأ 5 متر، يعني راح يصير عندنا المجموع 3 و 4 و 5، يعني راح تقرأ عندنا الفيتة 12 متر. نلزم طرفين الفيتة، القراءة 0 زائد 12 متر نلزمهم، هاي هنا نثبتهم وهاي احنا مثبتيها. هنا نحرك الفيتة نسحبها نوترها، فراح تنطينا هذه النقطة. هذه النقطة هي اللي تخبرنا انه هاي الزاوية هي 90 درجة، وهذا المستقيم راح يصير عمودي على هذا المستقيم. اتمنى تكون واضحة. هذا المستقيم عندنا معلوم، نفتح الفيتة 3 متر اللي هي من يعني جزء من المستقيم الى نهاية المستقيم اللي احنا نريد نقيم مستقيم عمودي عليه. نفتح الفيتة 4 متر، يعني هنا الفيتة راح تقرأ 7 متر اللي هي هاي 3 متر وهاي 4 متر. احنا هاي هسه ما معلومة عندنا، ما مثبتة، بس نفتح الفيتة ولازمين الوتد بيدنا بعدنا ما طارقي. ونفتح الفيتة ايضا هنا بمقدار 5 متر، يعني راح تقرأ عندنا هنا، نلزم طرفين الفيتة، راح يقرأ عندنا 0 زائد 12 متر. هاي مثبتيها وهاي مثبتيها هنا وتد، وهاي نحركها نسحبها نوترها، فراح تعطينا نقطة اللي هي هذا المستقيم راح يكون عمود على هذا، يعني زاوية 90. وبعدين احنا هذا من نثبت هاي النقطة نمد للمستقيم وين ما نريد، يعني على طول المستقيم. الحالة الثالثة، لما نسقط الخريطة يجب أن تكون الأقطار الناتجة عن تسقيط الخريطة متساوية. هنا لما سقطنا ورا ما نخلص بطريقة، يعني ورا ما سقطنا بطريقة 3-4-5، هذه يسموها 3-4-5، يعني ما عندنا ثيودلايت. هذه حتى نثبت أنه التسقيط مالتنا والعمل مالتنا كان صحيح، نجي ونقيس الأقطار مال الخريطة اللي طلعت عندنا. إذا الأقطار متساوية معناها شغلنا كله مضبوط وكل الزوايا مالتنا راح تكون 90،
إذا هذه ما متساوية يعني لازم نعيد العمل مالتنا. وبالمناسبة هذه طريقة الثلاثة أربعة خمسة يسموها طريقة تقريبية، بس هي طريقة دقيقة جدا، وسبق أن سقطت بها بناية بسنة 85 وإجوا تشيكوها بالثيودلايت ولقوها مضبوطة تماما. هذا اليوم درسنا لتسقيط الخريطة، إن شاء الله راح باكر أسوي لكم الدرس الثاني إن شاء الله، وترى الموضوع جدا سهل.